أنا عمري 24، جيت من ريف درعا الجنوب، من المناطق المحاذية للحدود الأردنية. يعني بدأت ثورة هناك، يعني ضد النظام، تغيير ومطالب وكذا، وتحولت لعسكرية. يعني بدأت يعني بعد 6 شهور صارت عسكرية. نصحوني يعني قالوا لي فوت، وفتنا احنا يعني على تجربة غيري، فقررت ادخل لهم. دخلت بال 2014 الدخلة الاولى، عملت عمليات، اهلي حكيت لهم المرة الاولى وعارفين كل شيء، لو مو مرتاحين وضامنين يعني مأمنين علي ما بعثوني مرة ثانية. ما يعني لما اجيت لهم يعني ودعوني، يعني ما كان في خوف يعني بعيونهم وكذا. كانت حلوة كثير هي سوريا، وكان يعني النسيج الاجتماعي حلو، يعني كل الأديان وكل يعني كل شيء له عادات وتقاليده، بس كنا الكل متفاهم، يعني الكل يحترم الثاني كذا. يعني الحرب حولتها يعني شوي يعني طائفية، شوي عنصريين وكذا، عنا احنا ما احنا راغبين. واحنا نتمنى يعني نقول ان شاء الله يعني انه تهدى بس، وترجع الناس يعني قلوبها تتصافى، يعني واقع الطرفين خسروا، يعني خسارة كبيرة، مو بس المعارضة خسرت، النظام كمان خسر. يعني إذا نحكي عن إسرائيل، يعني هي فاجأتنا كثير، وحصرا نحن كعين منطقة حدودية. يعني قبل كان لنا عداء كثير لها، يعني كنا نخفي لها عداء كثير بالصدر، يعني عندنا حاقدين وكذا، وغير يعني كان افكار افكار النظام. اما تغيرت وجهه النظر يعني 180 درجه، تغيرت كثير. والسبب الاكبر هو العامل الانساني اللي قدمته اسرائيل للمناطق المحاذيه لها، للجرح حصرا، يعني وين ما في لهم ملاذ غير هون، وبتستقبلهم وما يعني ما بتسالك لا انت شو دينك ولا انت شو كذا، بتعالج وخلص تكتفي، يعني تكتفي بعلاجك، ما بتتدخل فيك ولا لها شيء فيك نهائيا. الأمان انه هون يعني شوف الناس عايشة، يعني عم بشوف كل الأديان هون قدام، واشوف يعني كل الملل، يعني اشوف اشياء كل شيء، يعني شيء ما كنت اشوفه بحياتي بعد. وعادي الناس عايشة ومتفاهمة والامور فيها. بتمنى انه زي الاشياء يكون عندنا بسوريا، بتمنى يعني اخره من انه تنتهي الحرب بسوريا، يعني انه يتسكر هالجرح، يعني والجميع ينبسط، يرجع يعني ترجع الابتسامة للجميع.